شیخ جابر مبارک حمد الصباح حفظه الله دولة رئيس وزراء رومانيا سيد فيكتور كونتا نبدأ الآن مراسم التوقيع على الاتفاقيات بين حكومة دولة الكويت ورومانيا حول التعاون في المجال الصحي وسيوقعها عن حكومة دولة الكويت معالي الدكتور علي بابيلي وزير الصحة وعن رومانيا معالي السيد نيكولاي فونيشيو. Ceremony of memorandums of understanding between the state of Kuwait and Rumania. Thank you.